أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه أستعين وأصلي وأسلم على نبيه الكريم. في هذا الشريط سأحاول أن أخرجكم من دائرة الانتقادات الموجهة مباشرة إلى بعض القضايا، ولكن لن أخرج بالتمام والكمال عن التخلف أبدا، يعني أعتبر أن هذه مهمة كل إنسان على وجه الأرض، خصوصا في بلدنا المغرب، مهمة كل إنسان كيفما كان أنه يتكلم على التخلف شي شوية. هي هذه المرة غادي نتكلم معكم على شيء غادي يضحككم شي شوية، ولكن وراءها شيء تاع التخلف، وغادي يكون الموضوع ديالها واحد الطالب كان في واحد البلاد متخلفة ويمشي واحد البلاد متقدمة. هذا الطالب هو أنا، حيث من خلالي أنا تتجلى تنشئ الاجتماعيات المغربية كيفاش نحن. وغادي نحكي لكم بعض الظواهر هذه الحكايات، وكأنها واحد ديروا أنتم قراءة في حكايات الناس اللي هاجروا أشي وقع لهم. أنا أعطيكم مثال. أول يوم بعد ما نزلت في واحد المدينة سميتها مدينة ماينز بألمانيا، طرد لي واحد الزميل، واحد صديق ديالي، داني دار فيا خير ويديني البيت ديالو، سكنني معاه. وهذا الشيء من الاشياء الزوينه تكون فينا حنا كمغاربه، تنتعاونوا مع بعضياتنا. صديق ديالي من الدراسه هنا من المغرب. اشنو هو المشكل اللي وقع ليا؟ ونط مع الصباح، نعس مع راسي، فقت مع الصباح، حليت الشرجم، طليت ما بان ليا حتى شي حد في الزنقه. واه دخت ما كاين حتى حد في الزنقه، شو واقع؟ وقلت هذا شي عيد عندهم ولا شي حاجه. يا صديق ديالي قلت لي راه ما كاين حد في الزنقه، اش واقع؟ قال لي دائما ما كاين حد في الزنقه، كل واحد خدام خدمته. اجموع ما كاينش، تعرفوش اجموع الناس لي زالمو، ما تعرفوش اجموع. تيكون غادي في الطريق ماشي تيقول لي السلام عليكم، وعليكم السلام، السلام عليكم، تتلاقى معاه في الحومه 36 مره في النهار، تدير لي ها ويدير لي ها، تدير لي ها ويدير لي ها، تنتلاقاو تاني بزاف في اليوم، ربما ثلاثة الخطوات تتبوس بحكم واحد 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 أربعة البوسات. يقول لي النفاق الاجتماعي هذا، ولا تيبوس وتيتعانق معاه، أنا ما عرفتش الشيطان البوس هذا ني شاهد وهم سالمة ويقبض القرش اللي تسلم هذا ويسلم على هذا، تصب عليه يسلم السلام عليكم كافية، واقتصد شوية الوقت وراه خير فيكم، ولا ما تتبوسوا بالحناك بزاف، راه كاين هناك الأمراض المعدية، وكاين أمراض جلدية، وكاين أمراض تتنقل عن طريق يعني ريق الانسان وما الى ذلك، وكاين الوقت تنضيعوها بوس 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 بوس. ما الناس لقيتهم في المانيا من النهار الاول تنقول انا اش واقع؟ حيت انا متخلف اكيد، انا عندي الوقت شايطه، انا مشيت تنضل نجمع، تنضل كطالبي تندور، حيت هكا تعلمت اني نبقى تندور، ما عندي شغل. وتنقول عند راسي راه انا قلت البكالوريا صافي، راه انا اشكال، انا وليت طالب في الجامعه، راه أمني مجيت لقيت واحد الرزمة ديال التخلف باش محزم أنا وجهي معايا ديال التخلف. التخلف هادي وحدة سني أجموع. واحد المرة تاني وفي هاد في هاد الإطار، في البداية الأولى تصوروا لقيت واحد المشكل كبير في أن أعمل على توفيقي بين سرعتي وسرعة الحياة في ألمانيا. لقيت راسي سلحفات انايا في الحياه، سلحفات، ما عمري تنقبض الطوبيس، حيت هما الطوبيس اللي داروا ليه 12 و16 دقيقه، هي 12 و16 دقيقه دائما وابدا، شي 3 شهور ولا 4 شهور وانا تنجري ونقلب على الطوبيس، دائما تنجري. علاش؟ حيت لا نوسيون دو طون ما ديناهاش معنا، حنا هنا بحال الصباح بحال العشيه بحال بحال كلشي دائما، انت فين غادي تجري؟ اش بغيت دير؟ قال عام طويل، عام الله اللي بغيت يربحوا او اللي زربوا ماتوا ولا 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 واحد التخلف واش تنعيش واش باش غادي يبدل اللور، حيت اللي ربحوا ماتوا، لا ربحوا ماتوا ما ماتوا والو، واللي تقول اللي زربوا ماتوا، ماشي اللي ربحوا ماتوا، اللي زربوا ماتوا، يقول لك اخويا اللي زربوا ماتوا، يقول لي زربوا ما خويا، هذا من الام من الامثله الشعبيه المتخلفه، ازرب اسيدي اضبط امورك. دائما كنت انا نفلت الطوبيس 3 شهور انا تنتريني، هين قد وقتي الدماغ ديالي تقاد الساعة ديال هذا الدماغ تقاد مع الساعة
الواقعيه اللي عند الزلمه، لنوع من المساعه واقعيه تتمشي بالثواني والدقائق. انا عندي تطرج على اللور جيبها من المغرب مقلوبه، اي حرب مع راسي، حرب مع نفسي، احاربها لكي انجح، لانها اتت بيرزمه من التخلف، وما ادراك ما التخلف، ومنها كما قلت ضيع الوقت وكثرة السلامات الخاويه ولا نوسيون دو طون او الوعي بالوقت، ما كاينش معرفه الا تقفنا تقفت وقت. مشيت واحد المره بيت، المهم مدرك في الطوبيسات، لاحظت واحد شي ما تلقاش في شي روم بوان شي بوليسي، و شو هاد البلاد ما فيها بوليس هكا تخلف. انا تنقول مع راسي ويلي هادو مدوخين، ورانا اللي مدوخين، الناس غاديه بلا بوليس، الناس وصلت انها تمشي بوحدها بلا بوليس. حنا جا البوليس مصيبه، ما جاش مصيبتين، انا مشكل تخلف مشكل مركب كي عكس كان دا ثقافه عاليه ولا كان دا ثقافه بسيطه لا يعرف للقانون احتراما، كان مسؤول ولا كان غير مسؤول، هي هي متخلفين نحن الى النخاع الشوكي، وضحكوا عليا شي شويه. تقول اش البوليس ما كاينين. من بعد فهمت مع الوقت، مع طولت تماك لاحظت واحد شيء. نهار تنشوف البوليس في شي رون بوان، طلع ديك الرون بوان اما خاصر لا ضوا ولا عندهم شي عمل تيعملوه، ما يمكنش يكون في رون باش بيدير، الناس غاديه بوحدها مقاده، دور احمر دور احمر دور خضر دور خضر، فيه صافي 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 فضينا، شحال حيدنا ديال البوليس وديال الصداع، شحال حيدنا هكاك. انت غادي نلحقوا حنا لهذا الشيء، حنا تيقول لك واش كاين البوليس ولا ما كاينش، قطع طحان دور احمر طحان. حيت البوليس الصحيح اللي خصو يكون عندك هو الضمير ديالك في خدمتك، احترام القانون في كل شيء، ما عندناش الضمير تنقولها وفي اي ميدان. راه بديت داك النهار تكلمت لكم على التعليمه، مازال غادي نستمر فيه في هذا الاطار، ما كاينش الضمير. ثاني دائما في قضيه الوقت كنت تنمشي تندخل نقرا، ومني بديت نقرا كاين واحد حتى تنمشيو حنا من المغرب عندنا واحد السنه ناقصه من البكالوريا، عندنا سنه ناقصه كنقراو 12 سنه وما تيقراو 13 سنه، دونك تيخصنا نضيف واحد سنه البكالوريا. تنقرا تمشي قسم معطل قسمين معطل تندخل القسم، مغربي متخلف ما تيقولوا لي والو، تندخل تنقعد. تدرت واحد الشهر وعيت لي مدير يا سامي لحقتي العدد عدد الساعات المسموح بها في التغيب هي 3 ساعات في الفصل. وكي درتي لما عمري خيبت اخر شي ساعه انا دائما حاضر. لا وليدي تنقيدوا لك الدقائق اللي تجي مغيب، اللي تجي معطل فيها، اللي تدخل مع القسم تيدير الاستاذ ثلاث ناقص دقيقتين، ناقص ثلاث دقائق، ناقص خمس دقائق. اي انا ما في راسي شي متخلف، عندي بحال اما حنا عندنا في الكليات حديت ولا حرج، حنا خصهم يديروها الاساتذه تا ديهم يتخلص، والمعلمين تا عندهم يتخلص، فهادشي مغيب كلشي معطل، نقص لهم بعد الدقائق والسوايع والله ما يلقاو باقي عنده شي حاجه ما يعطيوه شي ريال، يلقاو في الضامع هذوك الساعات اللي عنده تخلص. لقيت واحد الظاهره اللي نوم يبدا نقرا ولات عندي مشاكل، خصني نوفق بين سرعه القرايه والعمل. بقيت حنا مريض مرضين بواحد المرض خطير المغاربه، هو اجمع هاي تنقولها لكم اجماع على الهضره الخاويه الكثيره، وقفه عشاء مع خديجه في منظار بلا 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 بلا، مشات الغدا تحرق ولا مشات الدار ولا مشات البنت ولا مشات، وقف محمد وعلي طق 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 هضره ما كانش ما يوقفوش. كنا في الكليه الاساتذه دخلوا شي قاعه تهضر بلا بلا بلا، مجلس الكليه نجلسوا فيه 8 ولا 10 سوايع بلا 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 نهضروا، اكيد تنخدموا ولكن هناك ضياع لوقت وكلش الاساتذه حاسين بها، ثقافتنا فيها شي مشكله عباد الله، خصنا نرجعوها، خصنا نتغيروا، خصنا نشوفوا شي استراتيجيات اخرى التعاون مع انفسنا. اجتماع في ولايه يقدر يقعد لك 4 سوايع ولا 5 سوايع، اجتماع ديال الجمعيه يقدر يجلس يومين ويكملوا دوك يومين يجمعوا في الطرق عباد تيهضروا في بعضياتهم، ما تيكمل كاع داك الجمع تيبقى الجمع آلة طول الحياة.
في الدار الا جبت المراه معك شي نقاش ما تقدرش تفهم هي النقاش في جوج دقائق ولا انت ما تفهمش النقاش في جوج دقائق خصكم تضروا 85 دقيقه ولا 90 ولا 100 وتقدروا تخاصموا عليه حيت ما تقدروش نفهموا بسرعه بينك هذا اللسان عندنا يدخلنا للنار حنايا الا الى تبنا لان حديث الرسول صلى الله عليه وسلم معروف ان تضمن لله عز وجل ما بين فكيك وما بين فخذيك فيضمن لك الجنه انا راه ما بين فكين ما تتحبس شوي اش نقولوا واش نكتبوا وتصور من دخلت الجامعه الكليه اللي نجي مدونه متخلفه وما عندناش النظام ما تنعرفوش شنو هو النظام كلشي عندنا مقلب حساب لا دخل من هنا خرج من هنا سول هذا كذا 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 قلبي على القاعات والله العظيم الا انا استغرقت يكاد يكون فصل كامل باش نضبط القاعات نفهم هذيك لا ستركتور تاع هذيك الجامعه كي دايره ديما انا مضر والجميل في الامر هو مني انا مضر هاد المره مشيت نقلب على واحد القاعه فيها واحد الدرس عندي في لومبلو هاد الطومبيل تمشي ليه مشيت قلبت على القاعه ما لقيتهاش خرجت هما عندهم على الباب ديال الكليه او الباب ديال واحد فيلوزوفي كوم تيتسمى فلسفيات عندهم باب في قاعه جالس فيها كونسيرج ديال داك القنت كله مشيت عنده قلت له ودي انا راه ما لقيتش القاعه الله يرحم ليك الوالد الا ما تورينا فين مشيت كاين في هذه القاعه هو يخرجني شد ليا فيديا جا وليدي ضحك ويوقفني قدام البلون ديال القاعه قال لي ها هو قرا وشاف حلو اخوكم صمك هذاك الشيء ما عنده بلانات ما تعيش كاع بالبلانات لا في الدار لا في الزنقه لا في الكليه وداك والله العظيم ما فكيت بالله العظيم طلاسم هذاك البلون اللي وراني ابدا تضرات عليا ديك الحصه ما حضرش لديك الحصه ما قدرش نقرا هذاك البلون ما قدرش دخت ما عرفت اش يقول كل هالعلامات مغايره لما اعتدت حتى الارقام يرقمون بطريقه مختلفه وانا لم اعتد على ترقيم اصلا كليه فاش دخلت كليه الادب دخلت لها في اربعه المدرجات صافي قاعد من 1 حتى 30 ديك الساعه ما 28 سيليوم باين داكشي والباقي كلشي مضر الاساتذه ما تعرفوا كاع فين كاينين لانه ما عندهم القاعات مساك الموتى وما عاش واحد الموده تحت الاضطهاد حيت ما منظمينش ما عرفناش نقراو الطبله انا هذه انا في ديك الحاله هي البضاعه التي خرج المغرب في التعليم الابتدائي والاعدادي والثانوي انا ما عرف والو دوخ مني دخلت نقرا لقيت الاساتذه في الكليه تبارك الله صلى على النبي وي 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 بغيتي كاتب الوقيته فاش يكون تجي عندي من نهار الاربعاء من 12 ل 2 تتمشي لعندو تتلقاش خصك وليدي طن 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 اكوري قاد كثير قرا عادي اكيد عندهم العدد قليل صحيح عندهم العدد قليل ماشي بحالنا حنايا وهذا من التخلف ديالنا من الاستقلال الى الان ما فكرناش نبنيو الجامعات كنا مهتمين غير بالامور الداخليه ديال البلد هي الامن القرايه ما اهتمناش بها داك الشيء علاش هاد محمد السادس ورث هاد المصيبه هاد الهم الكبير لان واحد الحضار كز المغرب على الخارج العلاقات الخارجيه والعمل الخارجي قضيه فلسطين قضيه كذا قضيه وما ركزاتش الحكومات السابقه مع الحسن الثاني ابدا على السياسه الداخليه فاش وقع عندنا ورثت هذه الحكومه ورثت معها الملكيه هذا المشكل الكبير ديال الداخل مشكل كبير هذا فيه والو جامعات ما فيها والو فيهاش فيها والو يا اخوكم مني مشات تماك تيشوف كتابه كي دايره ومحلوله كارت مانيا تي قاعدين تندخلوا بها باللي عندي الى الان باقي محتفظ ديال تنبوسها وقت ما بغيت نمشي للقيزه انا كان عندي قبل ما بغيت نمشي واحد ما كان فيه الكمبيوترات محطوط الطلبه يكتبوا كاين نمشي ولكن هذا الشيء راه ماشي فقط حيت الدوله ما دي حنا راه كون درناه كون خربناه انا درت تجربه في كليه الاداب وخرجت البيسيات الطلبه هرسوهم مخرو لي السوري مخرو لي كلافي الجوع ماشي لانهم ما عندهم الجوع ما عندهمش ما ياكلوا لا 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 قلت الترابي كاينه عندنا حتى في الطلبه ديالنا قلت الترابي كاينه دي كتابي مخرو مشى حنا هادوك ولقيت مكتبه زوينه ظروف مواتيه واخا ما عطاتنا الدوله التاليه نمشي نقراو
بهدفنا بفلوسنا فلوسنا الريال ما جانا من هذه الدوله. قالنا بهدفنا بفلوسنا تنخدموا السبت والحد والجمعه والسبت والحد ونخراو 2 و3 لعب الخميس والجمعه. ما عندناش نهار ربو نهائيا في حياتنا، وهذا من فضل الله علينا، وهذا جانا تفكروا بطريقه اخرى لهذا البلد. ومني مشيت بيت نزيد الفيزا اول فيزا بيت نزيدها وضحكوا اضحكوا على خوكو ضحكوا عليه. حنا اشنو الموقف ديالنا من البوليس؟ اشنو عندنا البوليس؟ بغي شي حاجه بوعو تتخلع، انا غادي تتمسكن بشويه، لا دابا يقول لي نبي ندير شي حاجه ودخلوا لي حبسوني ولا يديروا لي. مني مشيت ما كانت البوليس باقي في الدار بوليسي كتي موظفين واخا هو بوليس بريزيديو البريزيدونس البوليس تتمشي ليها. دخلنا كاين بعض الناس يدخلوا البوليس ولكن دخلنا عند الموظفين وانا جالس عند حدا الموظف وتنقف قف انا طالب تنقف قف والله العظيم ما عرفتش اش بيقول لي حيت حنا تنقف فود يمين ديك الساعه البوليس حيت الخلاع عايشين في المغرب خويا في طرطا الحسن الدلمعي الداخليه كندير اللي بغات كلشي مخلوع. هذا راه بوحدو شريط نقدروا نجيو ليه. التعامل ديال الاساتذه لقيتو انساني عندما اعجزوا عن صنع شيء ما ما عرفتش ما ندير شي حاجه ولا تعطلت عليها تمشي عندهم ولا وقع ليا اللي وقع ليا اش تيقول لي نعطيك فرصه ثانيه يوم كذا كذا غادي تجيب لي المسائل كامله تنمشي تنقدم نجيبهم ليه لا يحاسبوني عليه بيداغوجي ما تيدخلش هكاك ما تيدخلش يقري هكاك تمشي قرا على بيداغوجي. وحنا كليه كامله في المغرب ما كاينش شي استاذ قرا على بيداغوجي الا دوك تخصصوا فيها وحتى ملي تيدخل تيعطيوه مضربه عشان المدرج ما تيمشي يعطيوه حتى شي توجيه شي كتاب فيه التوجيه اش يدير. هذه من الاقتراحات اللي كنت اقترحتها واتمنى ان تجد طريقها. يسر الله وانا نخدم خدمت في واحد المطعم مطار فرانكفورت ودخلت وعطيني هذاك الشيف ديال هذاك المطعم عطاني واحد الشيفون قال لي شتي هذيك الطبله غادي تجفها طبله نقيه اخوكم بلا مشيت جفيتها قال لي تاجيت طن عطيتو داكشي قلت له راه قديتها مشى طلع عليها قال لي موسخه مشيت كاع مشيت نظفتها ثاني رجعت قال لي موسخه ما تعرفش تنظف سير الله يعينك قلت لك جي عطاني حاجه اخرى نمشي تخدم فيهم. اش قلت انا مع راسي مغربي هذا حقرني عنصري لا لا. بعد سنتين ولا 3 سنوات عاد ادركت باننا عندنا واحد المستوى من النظافه متخلي. هو بغى النظافه بشكال يبان لي وجهه فيها وندير البرودوي ونمسحها ونقاد. فهمت انا من بعد بانني علاج انا اصلا ني تنظف تنوسخ وهادشي اللي وقع في البلاد. ايه الله يلا بعد 3 سنوات بالضبط والقفوزيه بلاتي بعدها القفوزيه غادي بنحرك في الطوبيس بنحرك في التران وكاين يطيح عليك القانون طحان خلص تدرتيها قفوزيه المغاربه. بعد 3 سنوات عاد بديت تنفهم بانني راه كاينه حضاره اخرى كاين طريقه تفكير اخرى كاين طريقة تدبير أخرى كاين إنسان آخر ماشي ملك ولكن اجتمعوا على قواعد ومعايير اتفقوا عليها وحكموا بينهم القضاء لذا شي حاجة يتحقق ومشات الأمور وهذا ما يريد الله سبحانه وتعالى منك ذلك. تبغي مني أش أنه إذا رحم الله من عمل عملا فأتقنه يريد من الإحسان في القول والفعل وهذا ما لم نبلغه لابتعادنا عن الغربي في أصوله كاملة وعن الشرقي في أصوله كاملة وارتباطنا بثقافة تقليدية متخلفة لا تمت لا للشرقي ولا للغربي بأي صلة. نقول ما تسمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.